المشاهدين رجعنا لكم مرة ثانية، أخوكم مشعل محمد، مشعل محمد، مشعل محمد للصبح، رميثيق قطع أربعة ورا الفرع على رأسي أمامي كلكم. المهم عندنا اتصال، عطنا ألولو. ألو ألولو. ألو شلخ ملخ فلخ شلخ بلاليط أي شيء قول بط. شنو هذا؟ ها؟ شنو هذا؟ لوني بيج بط العب تفضل. ألو منو؟ ساعدني ها؟ اسمع، تبي تشوف شيء ولا تبي أسئلة ولا تبي كلمة بكلمة؟ ايش تبي يخلص؟ أبي كلمة بكلمة. منو معاي أول؟ شو اسمك؟ معاك شي محمد. منو؟ محمد. محمد على راسي أبو جاسم أمامي كلكم عيال خالي كلكم. يقول لك أول شيء أبعطيك كلمة ترد علي بكلمة ثانية. بصل. لسانات. لسانات. رويد. كراعين. إيه. خبز. فجل. زيتون. شكو. طماط. منو؟ ثوم. ترى أقول ها أنا ورا بيتكم ساكن. ها الوقت أقول لك ترى بسرعة عيال فريدكم. خبز إيراني. ما أعرف. على راسي. ساعدني. على راسي. إيه. على راسي. هي وين أروح؟ هي 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 محمد. قلت لك قلت لك. كم عمرك محمد؟ أنا 38 سنة. 38. على راسي 38. العمر كله يا أبو جاسم، العمر كله يا أبو جاسم على راسي. تفضل اختار اختار بسرعة. أحلى لي زي أحلى جواز. تفضل. راح أختار بس على فكرة ترى أنا ساكن ورا بيتكم عشان كذي أنت خفت مني أعطيك إجازة. من ساكن ورا بيته. تفضل. أبي رقم 5. 5 5 حمود. قول. شلخ ملخ فلخ. حمود حمود فزت معاي. شنو؟ شهر كامل. شهر رمضان كله. فراري؟ لا حبيبي أحلى من فراري. فرالي؟ اسمع شهر كامل تتفطر تشريبه. شهر كامل تشريبه ببلاش. قلت لك خبز إيراني على راسي وانا اروح اصحى فوق ما اقدر. بتين اطلع فاصل يا مخرج.